يسعد أوقاتكم أعزائي الطلاب. درسنا اليوم للصف الثالث الثانوي مهنة الميكاترونيك مادة هيدروليك. سنتكلم اليوم عن المنفذات أو المشغلات الهيدروليكية. تتكون المشغلات الهيدروليكية من نوعين أساسيين، هما إما الأسطوانات الهيدروليكية أو المحركات الهيدروليكية. سنتكلم أولاً عن الأسطوانات الهيدروليكية. أجزاؤها لدينا أولاً المقبس، ولدينا جسم الأسطواني من الخارج، لدينا ذراع المقبس هو المسؤول عن نقل القوة، لدينا موانع التسرب، يوجد هنا موانع تسرب تمنع تسرب الزيت من أمام المقبس إلى الخارج، وموانع التسرب على حلقات الكباس درسناها سابقا تسمى حلقات الكباس، تكون مصنوعة من مواد معدنية، ولدينا غطاء الأسطواني. أيضا أنواع الأسطوانات الهيدروليكية، أولا أسطواني أحادي التأثير تكون على نوعين، أما مع نابض إرجاع أو بدون نابض إرجاع. بدون نابض إرجاع يوجد لها منفذ واحد لدخول الزيت، عند دخول الزيت من هذا المنفذ تؤثر قوة الضغط على سطح المقبس يؤدي إلى تقدم المقبس إلى الأمام، ولا يمكن إرجاع المقبس إلا تحت تأثير قوة خارجية أو حمل مطبق على الأسطوانة. أما في الحالة الثانية أيضا لدينا منفذ واحد، مقبس، ذراع المقبس، عند تأثير قوة الضغط على سطح المقبس يؤدي إلى تقدم المقبس إلى الأمام، عند زوال قوة الضغط يعود المقبس بتأثير فعل النابض. أسطوانات أحادية التأثير تختلف عن الأسطوانات ثنائية التأثير، تختلف عن الأسطوانات أحادية التأثير بأن لها فتحتين أو منفذين يمكننا التحكم بتقدم شوط الأسطواني وتراجع شوط الأسطواني. عند دخول الزيت من المنفذ هنا يؤدي إلى تأثير بقوة على المقبس الهيدروليكي وتقدمه إلى الأمام، وعند دخول الزيت من المنفذ الآخر يؤدي إلى تأثير بقوة على السطح هنا وتراجع المقبس إلى الخلف. تختلف مقدار القوة المطبقة هنا خلف المقبس عن القوة المطبقة أمام المقبس، لأن مساحة السطح خلف المقبس أكبر من مساحة السطح أمام المقبس بسبب وجود ذراع المقبس الذي يقلل المساحة، رمزها كما نرى في الشكل. الأسطوانات ثنائية التأثير بذراعين، هذه الأسطوانة تكون مزودة بالذراعين بذراع من الاتجاهين، من الاتجاه الأول والاتجاه الآخر، وتكون مشابهة لمبدأ عمل أسطواني ثنائي التأثير بذراع واحد، تختلف عنها فقط بوجود ذراعين. هنا مساحة، هنا القوة المطبقة على المقبس في شوط التقدم تساوي القوة المطبقة على المقبس في شوط التراجع بسبب تساوي مساحة السطحين. يوجد منها نوع يمكن ألا يكون متساويين ذراع المقبس في المساحة، فتكون القوة المطبقة في شوط التقدم أكبر من القوة المطبقة في شوط التراجع. أسطوانة ثنائية التأثير مع وجود خانق في شوط الكباس تشبه الأسطوانة ثنائية التأثير بذراع واحد، ولكن تكون مزودة بخانق أو صمام تحكم بالتدفق يفيدني في التحكم بسرعة تقدم الأسطوانة أو تراجعها، يرمز لها بالرمز يكون موجود معها سهم يدل على وجود الخانق أو صمام التحكم بالتدفق. الأسطوانة متعددة المراحل التلسكوبية وظيفتها أنني إذا أردت الحصول على شوط انتقال كبير ولكن المساحة التي يمكنني وضع الأسطوانة بها صغيرة فيمكنني استخدام الأسطوانة التلسكوبية. كما نرى الأسطوانة التلسكوبية تتقدم على عدة مراحل، أولا تتقدم مساحة السطح الكبير ثم مساحة السطح الصغير، فبالتالي لدي شوط انتقال كبير مع المحافظة على حجم الأسطوانة. أسطوانات تكبير الضغط درسناها في الدرس الأول بأساسيات النظم الهيدروليكي، سنعيد شرحها. تتكون من جسم أسطواني، لدينا مقبس ذو قطر كبير ومقبس ذو قطر صغير، يتم دخول الضغط من المقبس ذو القطر الكبير ويؤثر في المقبس ذو القطر الصغير ويعطيني قيمة ضغط أكبر. الذراع تكون مشتركة بين المقبسين، فائدتها تضخيم قوة الضغط عندما نريد
قوة ضغط أكبر في مكان ما من الدارة، فلا نضطر إلى شراء مضخة كبيرة للحصول على قوة الضغط الكبيرة هذه. نستخدم مضخم الضغط الهيدروليكي أو أسطوانات تكبير الضغط. الأسطوانة الترادفية هي يمكننا تشبيهها بأسطوانتين موصولتين على التسلسل. أسطوانة تعطي قوة وأسطوانة تعطي قوة أخرى، يتم جمعهم مع بعض لنحصل على قوة مضاعفة. فائدتها إذا أردنا، إذا كنا محدودين بمساحة قطر الأسطوانة، أي نحتاج إلى أسطوانة صغيرة القطر ولكن نحتاج إلى قوة كبيرة، فنقوم باستخدام هذه الأسطوانة الترادفية. إذا لم نستخدمها سنحتاج إلى أسطوانة ذات قطر أكبر، وبالتالي هنا نوفر في محيط الأسطوانة أو بقطر الأسطوانة. هنا تكون مجموع القوة المطبقة على المقبس هنا والقوة المطبقة على المقبس هنا. القوة النهائية قوة هي B1 ضرب A1 و B2 ضرب A2. المحركات الهيدروليكية شرحنا في الدرس السابق عمل مبدأ المضخات الهيدروليكية. المحركات الهيدروليكية تعمل بمبدأ معاكس لمبدأ المضخات الهيدروليكية. تقوم المحركات الهيدروليكية بتحويل قوة الضغط إلى أو قوة التدفق إلى سرعة دوران أو إلى حركة ميكانيكية تتنوع حسب التدفق، إما ثابتة أو متغيرة وحسب التصميم، مسننية، ريشية، مقبسية محورية، مقبسية قطرية. تصنف من حيث الدوران إلى محركات دوران كامل تدور 360 درجة أو محركات دوران جزئي تدور أقل من 360 درجة. محركات دوران كامل يوجد منها أنواع تدور باتجاه واحد وأنواع تدور باتجاهين. الأنواع التي تدور باتجاه واحد مثال عنها مضخات مقبسية لا يمكن إدارتها إلا باتجاه واحد. محركات دوران جزئي هي عبارة يمكن تشبيهها بأسطوانة، ولكن ذراع هذه ذراع مقبس الأسطوانة مسنن، يحوي على مسننات. هذه المسننات تقوم بإدارة مسنن دائري والذي يعطيني الحركة الدائرية، والتي تكون محدودة بزاوية أقل من 360 درجة. المركب الهيدروليكي يستخدم المركب الهيدروليكي في تخزين كمية من السائل تحت الضغط ثم إعادة تفريغ هذه الكمية عند حاجة الدارة إليها. يمكن أن تشبيهها بمضخة صغيرة تعمل بشكل مؤقت لثواني معدودة ثم تقوم بإيقاف العمل. وظائفها أولا تستخدم كمخزن احتياطي للسائل المضغوط لثواني معدودة عندما تكون الدارة بحاجة إلى كمية كبيرة من السائل تحت ضغط مرتفع خلال فترة زمنية قصيرة. في حال حصل أي خلل للمضخة الهيدروليكية فنحن سنقوم باستخدام المركب الهيدروليكي والذي يعوض هذا النقص لمدة ثواني معدودة، وبالتالي لا نحس بغياب الضغط. يساعد المركب على تجنب استخدام مضخة كبيرة ومحرك قيادي كبير لملائمة المتطلبات في الفترات القصيرة. إذا احتجنا إلى ضغط كبير لفترة قصيرة يمكن أن نستخدم المركب الهيدروليكي لإعطاء هذا الضغط، وبالتالي لا نحتاج لشراء مضخة كبيرة ومحرك كبير يقوم بقيادة هذه المضخة. يستخدم أيضا كوحدة طوارئ تعمل على إنهاء عملية قد بدأت بالفعل عند تعطل المضخة أو المحرك. فرضا كنا نقوم بتقديم شوط تشغيل أسطواني في شوط تقدم وفجأة تعطلت المضخة، فأن المركب الهيدروليكي يقوم بإعطائني دفعة من الضغط تقوم بمساعدة الأسطواني على إكمال هذا الشوط وإنهاء العملية التي بدأنا فيها وهي تقدم الأسطواني. يستخدم أيضا المركب الهيدروليكي لتعويض تسرب في الدارة وبالتالي المحافظة على الضغط. قيمة تسرب الزيت الذي يتم في الدارة يتم تعويضه عن طريق المركب الهيدروليكي الذي يعطيني قيمة ضغط معينة تعوض قيمة التسرب. يستخدم لتقليل الزيادات المفاجئة في الضغط عند بدء أو إيقاف سريان السائل فجأة،
أو يستخدم لامتصاص الصدمات الهيدروليكية. فرضا لدينا الأسطوانة الهيدروليكية تعرضت فجأة لثقل أو حمل مطبق عليها، فأن هذا الثقل سيعود إلى الدارة الهيدروليكية، وبالتالي يقوم المركب الهيدروليكي بامتصاص هذا الضغط والمحافظة عليه وإعادة استخدامه عند الحاجة إليه. أنواع المركبات الهيدروليكية: لدينا المركب ذو الثقل، المركب ذو النابض، المركب ذو الكباس، المركب ذو الغشاء. أكثر المركبات استخداما الآن هي المركب ذو الكباس والمركب ذو الغشاء. مبدأ عمله: المركب يتكون من حجرتين، حجرة للغاز غالبا تكون مملوءة بغاز النيتروجين، عندي صمام للغاز، حجرة للزيت ومدخل لدخول الزيت. عند دخول الزيت من هذا المنفذ إلى الحجرة فيقوم بالضغط على الكباس، وبالتالي ضغط الغاز داخل الحجرة وزيادة كمية الزيت داخل المركب. عند غياب الضغط فأن الغاز يعود إلى التمدد، وبالتالي دفع الكباس بالاتجاه المعاكس وإخراج الزيت عن طريق المنفذ وتزويد الدارة به. المركب ذو الغشاء نفس مبدأ عمل المركب ذو الكباس، لدينا أيضا حجرتين ولكن هنا بس تكون مفصولة عن طريق غشاء مطاطي. شكرا لكم أعزائي الطلاب.